هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد ان شاء الله وفي رمضان، حلقه من حلقات رمضان يا رب تعجبكم. بصوا يا شباب، هنعمل النهارده ثلاث حاجات ظراف جدا. اول حاجه هنعمل صينيه البطاطس باللحمه بشكل جديد وطعمها الظريف يعني اللي كلنا بنحبه، وهنستخدم لها كمان النهارده معانا صلصه بيتي هاينز خطيره. هقول لكم هنعملها ازاي مع بعض. والوصفه الثانيه هنعمل السمبوسه الكدابه، فكرتها ظريفه جدا وسهله ولطيفه جدا، يعني ان شاء الله تعجبكم. هنعملها بالتوست، حلوه قوي قوي، احلى من السمبوسه كمان العاديه. واخر حاجه هنعمل الكنافه بكريمه الشوكولاته، لطيفه جدا وموجوده على طول في المحلات. احنا هنعملها بطريقه سهله وهوريكم ازاي تعملوها، بسيطه وتحفه برده. هنبتدي اول حاجه بصينيه البطاطس باللحمه، وهنعملها بصلصه هاينز، صلصه بيتي هاينز. بصوا يا شباب، معايا كيلو من البطاطس اللي متقطعه حلقات كاننا هنعمل صينيه بطاطس عاديه خالص، تمام. ومعايا كمان كيلو من اللحمه المفرومه يكون فيها نسبه دهن تقريبا 20%، علشان الدهن ده هيعمل طعم بقى ايه لما الحاجات كلها تستوي مع بعض. معايا تقريبا ربع كوبايه من البقسماط الناعم، معايا بيضه واحده، بصلايه كبيره مبشوره ناعم، ملح وفلفل، ومعلقه صغيره من السبع بهارات، ورشه من جوزه الطيب. وهناخد كمان كوبايتين من صلصة هاينز اللي هي البيتي اللي بالبصل والملح والفلفل، ظريفة جدا جدا. ولا بقى ايه تضربي صلصة في الخلاط ولا معرفش ايه، جاهزة وفيها بصل كمان فتحفة. عايزين هنا اهو الوصفة قدامنا على الشاشة اهو، تمام. عايزين بقى ايه نبتدي في الوصفة. هنا اهو اللحمة المفرومة هاخدها احطها هنا في بولة كده اهو. زي ما بقول لكم بقى، لما بيبقى فيها نسبة دهن بتبقى احلى بكتير. هنحط لها ملح وفلفل، ملح وفلفل اسود، والبقسماط الناعم ربع كوباية، وهنحط البصل. بس احنا عايزين البصل ايه نعصره تماما من ميته، مية البصل دي كلها نتخلص منها كده اهو. وناخد بس كده التفل بتاع البصل ونكسر بيضة، تمام، نحطها، ورشة من جوزة الطيب، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات وهعجن بقى الكلام ده كله في بعضه. تبقى كده ايه يعني كأني يعني الكفتة بالظبط، الكفتة اللي هي بتتسوى على النار غير كفتة الحاتي طبعا كده اهو. تبقى بقى ايه ظريفة، ومية البصل بقى اللي احنا نزلناها من البصلية المبشورة دي تنفع بقى في تتبيلات كتيرة قوي، تنفع في تتبيلة البفتيك، وتنفع في تتبيلة الفخدة الضاني اللي احنا كنا لسه عاملينها مع بعض. وكمان تنفع في الكبدة، تتبيلة الكبدة والمشاوي بقى عامة، فراخ مشوية برضو هتبقى تحفة. فمية البصل دي اوعي ترميها كده ولا حاجة، هتستخدميها في حاجة تانية كده اهو. بس معايا بقى الصينية البايركس اللي انا هعمل فيها صينية البطاطس. وهعمل ايه؟ عايزة بس كده امسك اللحمة المفرومة وهعمل كده قرص من اللحمة المفرومة بالشكل ده. استنى لما اجيب طبق ونعمل شوية اقراص كده نحطها هنا جنبنا. عايزين القرص تقريبا يكون قريب من حجم البطاطس علشان ايه هنركبهم في بعض. دي برضو وصفة سهلة جدا في الصيام، تبقي حرانة كده وزهقانة وعايزة تعملي أكلة طعمها حلو وكلنا نحبها طبعا البطاطس باللحمة، وتخلص بسرعة وتستوي، اعملي دي على طول. يعني ايه من أسهل الحاجات. بس كده اهو
وممكن برضو تعمليها بالفراخ بنفس الطريقة بالظبط، بس الفراخ مفرومة كده، أو حتى فراخ مثلا شيش، يعني الشيش بتاع الفراخ تتبليه بالملح والفلفل والبصل البودرة والثوم البودرة والحاجات دي كلها، وتحطيه ما بين البطاطس زي ما انا هعمل دلوقتي في اقراص اللحمه الظريفه دي. تقدري تعملي كده وتقدري تعملي كده، بس احنا ايه، البطاطس بتحب اللحمه، بتحب الفراخ والله برضه. بصوا انا صايمه وجعانه، هتلاقوني بحب كل حاجه. يعني كل الحاجات هتبقى بالنسبه لي لايقه على بعض عشان انا جعانه كده اهو. وهنجيب بقى ايه، شرايح البطاطس ونحط قدامها اللحمه، نحط برده كده بطاطس، نحط اللحمه، ممكن تحطي رقين بقى من البطاطس علشان ايه يعني يبقوا متناسقين مع اللحمه كده اهو مثلا كده اهو. وايه، ونجيب بقى اللحمه دي هنا ننيمها كده شويه، نحط البطاطس، نحط اللحمه وكمان البطاطس كده، هتبقى بقى ايه ظريفه ان شاء الله كده اهو كده اهو. وهتلاقيكي عملتيها اوام اوام بقى. الواحد في الصيام وفي الحر بيبقى عايز افكار اكل سهله وتخلصنا على طول من غير غلبه. فانا شايفه ان الطبق ده من احلى الاطباق بصراحه اللي الواحد ممكن يعملها في الصيام. طبعا انت بقى كتري مثلا، زودي بقى حسب الكميه اللي انت عايزاها. تمام، ده هنا كده شريحة بطاطس برضو كده اهو، نحط هنا واحدة كمان عشان تكفي كده اهو بالشكل الظريف ده. هنبقى خلصناها. عايزين بقى ايه، نستخدم صلصة هاينز، صلصة بيتي هاينز. الظريف فيها انها يعني ايه، فيها البصل بقى بتاعها ومتنكهة، وفيها كمان ملح وفلفل، بصراحة هايلة يعني تحفة. يعني انا بصراحة حبيتها قوي. افتحها بقى هنا كده، ريحتها جميلة ولونها كمان حلو قوي. حط بقى منها كده على ايه، البطاطس، كأننا ضربنا طماطم في الخلاط وعملنا التسبيكة وكل حاجة. واحدة كمان كده اهو، بس كده. وزي ما قلت لكم هي فيها اصلا الملح والفلفل وكله، يعني انا مش محتاجه احط ولا ملح وفلفل ولا اي حاجه خالص، يعني كفايه ايه تتبيله الكفته او اللحمه اللي احنا حاطينها. فهي بصراحه بتوفر وقت ومجهود برضو في الصيام اللي احنا فيه ده، تاخديها على طول وتحطي فيها البصل والملح والفلفل وخطيره. دي كده محتاجه تدخل بقى الفرن، تاخد لها كده ايه مثلا ربع ساعة على درجة حرارة 200، وايه نهدي النار بعد كده على 180، ونسيبها تقريبا لمدة 20 دقيقة او يمكن ربع ساعة كمان، يعني حسب. هنلاقي اللحمة استوت والبطاطس استوت وتشربت من صلصة هاينز اللي احنا حطيناها، وبقت ايه هايلة. وانا جعت وهحطها في الفرن، وتعالوا لنا بعد الفاصل. انا جيت دلوقتي بقى هنعمل السمبوسه الكدابه. لطيفه جدا جدا، يعني برضو فكره يعني حلوه لو حابين تعملوها بدل السمبوسه العاديه، او مثلا انت في مكان مش متوفر ان انت تعمليها وعايزه تعملي بسرعه، يعني خصوصا دايما الواحد
بيبقى مثلا جاي له ناس او حاجه على الفطار، فتفضلي بقى تدوري طب في سمبوسه في السوبر ماركت ده، طب مش عارفه ايه، ومش هتلحقي تقعدي تعملي العجينه طبعا الا اذا كنت انت بقى ايه خطيره وعامله العجينه ومخزناها في الفريزر. فبيبقى الواحد عايز يفكر يعمل ايه. ففي الحاله دي هنستخدم التوست ونخدع اللي هياكله على انها سمبوسه، وبتبقى على فكره تحفه ومقرمشه ولذيذه جدا. فانا هقول لكم المقادير ونعملها مع بعض. انا معايا التوست، تمام، العيش التوست الظريف ده بتجيبيه، اوكي، وزي ما قلت لكم ده بديل في حاله الزنقه او ايه ان انت مضطره تعمليها حالا دلوقتي ومش متوفر اي سمبوسه خالص حواليكي في اي حته، فانقذي نفسك. ومعايا كمان بقى حشوه، اي حشوه بقى هتنفع، عايزه تحشيها خضار، لحمه مفرومه، معصجه، اي حاجه. انا هنا معايا فراخ متقطعه مكعبات ومتشوحه مع البصل وملح وفلفل ورشه خفيفه جدا من بهارات الفراخ وبس. انت عايزه تعملي اي حشوه تانية هتنفع، جبن، خضار، فراخ على خضار، يعني اي حاجه هتنفع. معايا بقى ايه هنعملها؟ بانيه. فمعايا بيض ودقيق وبقسماط، بيضتين هنحط عليهم معلقتين كبار من اللبن، ومعايا كوبايه من البقسماط وكوبايه من الدقيق، وطبعا زيت بقى غزير للتحمير، ومعايا كمان شويه جبنه كده ايه نحطهم في الحشوه مع السمبوسه الكدابه. هعمل ايه بقى؟ انا جبت التوست ده كده ومعايا النشابه، هفرد كده بالشكل ده كده فتتبطط. ناخد واحده كمان هنا اهو كده. بصراحه انا بحب الافكار اللي الواحد ممكن يعني ايه يطلع منها بحاجه لو في حاجه تانية مش متوفره، فانا شايفاها بصراحه ظريفه عشان كده ايه قلت اقول لكم عليها. احنا بنقطع كده الاطراف، عايزه اقول لكم يا جماعه اطراف التوست دي ما تترميش ابدا، دي بتتحط لها شويه توابل ومعلقه كبيره زيت زيتون ومفصانيه في الفرن، وبتبقى بقى مقرمشه يعني ملهاش حل، تحفه. تغمسي بيها بقى مثلا لبنه، جبنه، كوبايات جبنه فته، اي حاجه من الحاجات اللطيفه دي بتبقى حلوه قوي. او ممكن كمان تحطيها في سلطه، لو عامله سلطه ممكن ايه العيش المحمص اللي انت مقطعاه من الحروف التوست ده تقومي ايه مقطعاه وحطاه في السلطه، يبقى حلو قوي، يبقى فظيع. اهو هعيد تاني على التوست كده بهذا الشكل الظريف. وزي ما قلت لكم معايا الحشوه عباره عن فراخ متشوحه مع بصل مبشور وملح وفلفل وبهارات فراخ واي حشوه تانية برده هتنفع، شويه جبنه هنا كده هيعملوا ايه طعم ظريف. بعد ما عملتها كده مش عايزين برده نكتر في الحشوه قوي، بقوم ايه لفاها كده مثلث وادوس عليها بقى كويس قوي كده اهو، شكل ايه المثلث الظريف بتاع السمبوسه كده اهو. تعالوا نعمل دي كمان، انا عايزه ايه ابططها شويه اكتر عشان تثبت معايا، ونحط الفراخ شويه جبنه اهو، وايه ونقفل عليها بايدينا ندوس جامد، واللي هيخليها كمان تقفل اكتر لما نحطها في البيض والدقيق والبقسماط. تمام، عايزه الاول اجيب الملح والفلفل هنا كده جنبي، هنحط على البيضتين ومعلقتين اللبن ملح وفلفل، والدقيق برضو هحط عليه ملح وفلفل اهو. عايزه تضيفي اي توابل تانية على الدقيق زي البصل البودره والثوم البودره هتبقى برضو ظريفه جدا. عايزين نضرب اللبن مع البيض والملح والفلفل كده اهو، همسك بقى السمبوسه الظريفه دي، بس احنا ايه نبدل الاماكن علشان دقيق بيض بقسماط كده اهو، نحطها في الدقيق كده اهو، ندوس عليها كويس، وبعد كده في البيض، وبعد كده على البقسماط. وطبعا يفضل زي اي حاجه بانيه في الدنيا انها تدخل التلاجه كده مثلا ايه
نص ساعة ولا حاجة علشان تمسك بس، ده هيبقى ايه احسن بكتير. خليها هنا كده علشان تتحمر، وهنا نفس الحكاية همررها الاول كده على الدقيق حاجة خفيفة، بعد كده البيض، بعد كده البقسماط كده اهو، وزيت غزير. ممكن طبعا على فكرة برضو تحطيها في الفرن هتستوي برضو، هتبقى ظريفة لو انت يعني مش عايزة تحمريها على درجة حرارة 200، هتاخد لها تقريبا 20 دقيقة عشان بس البقسماط يلون كده وياخد لون حلو كده اهو. كده جاهزين معانا، عايزة برضو ايه اتبت على دي كده بالبقسماط. يا سارة انت سخنت يا زيت ولا لأ؟ لسه طبعا الزيت ما سخنش، اول ما الزيت بس كده يسخن بتحطي فيه على طول السمبوسه الكدابه، هتتحمر وتبقى ظريفه جدا زي النسخه الحلوه اللي احنا عاملينها هناك دي، ان شاء الله تعجبكم قوي 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 خالص. عايزين نعمل الوصفه اللي بعد كده اللي هي الكنافه. عايزه اقول لكم احنا عندنا فاصل دلوقتي ولا ادخل في الكنافه؟ طب كويس قوي، هنعمل الكنافه بكريمه الشوكولاته هكلمكم عنها كده. بصوا يعني هي القصة كلها بتاعتها في الصينية، الشباب هيجيبوا لي الصينية بعد إذنكم لو سمحتوا بتاعت الكنافة عشان أوريها لكم، عشان بتعمل تجويف كده هتبقى حلوة قوي. أقول لكم المقادير، معايا نص كيلو من الكنافة، نص كيلو على طول كوباية سمنة، تمام؟ بتجيب الكنافة، أفضل حاجة إن أنت تحطيها شوية في الفريزر علشان تبقى ماسكة كده، تبقى مجمدة، تعرفي تكسريها بسهولة، تبقى مفتفتة معاكي من غير غلبة بقى وتقعدي ما تشدي فيها وهي طازة كده، لا يعني لما تبقى مجمدة تبقى سهلة الكسر أفضل بكتير. وزي ما قلنا نص كيلو كنافة على طول كوباية مضة كده. تمام؟ ومعايا تقريبا كوبايتين كبار من الكريم شانتيه المضروب وجاهز، ومعايا كمان كوباية من الشوكولاتة القابلة للدهن اللي هي الحلوة اللي بالبندق دي الخطيرة، وكمان شوية من البندق كده للتزيين وبس خلاص. وصفة سهلة جميلة وحلوة جدا. احنا عندنا دلوقتي فاصل، هروح لفاصل بسرعة جدا وارجع بقى الم الاشياء المبعثرة دي واجيب لكم صينية الكنافة واوريكم هنعملها ازاي، وسوف اعود، خليكم معانا. انا جيت السمبوسه الكدابه اهي، عايزه اوريها لكم الاثنين اللي احنا عملناهم مع بعض، يعني ظريفه جدا ان شاء الله تجربوها تعجبك قوي اهي خطيره. عايزين بقى نعمل ايه الكنافه بكريمه الشوكولاته، او ممكن نقول عليها الفولكينو، يعني هي جايه من شكل الايه يعني الفولكينو برضو شويه، تبقى ظريفه وبتتباع دلوقتي في المحلات وعامله قلق وبتاع، ومن سنين فاتت يعني مش السنه دي بس، فايه فاحنا هنعملها مع بعض على طول. دي بقى الصينيه اللي كنت بقول لكم عليها قبل الفاصل. بصوا الصينيه دي ظريفه جدا، المفروض كل واحده كده تبقى عندها واحده تعمل فيها كيك، تعمل فيها الكنافه، تعمل فيها مهلبيه، تعمل فيها اي حاجه. بصوا هو شكلها عامل ازاي هنا، يعني مجوفه، لما هحط فيها الحاجه واجي اقلبها هتبقى مجوفه كده اهو زي الكنافه الظريفه اللي احنا ايه محضرينها هنا ايه. تمام، عامله ايه مجوفه كده من ايه من جوه بسبب الصينيه، شكل الصينيه اللطيف ده، وموجوده متوفره في كل حته. هعمل ايه بقى، انا معايا الكنافه والسمنه السايحه زي ما اتفقنا، وقلنا نص كيلو الكنافه بياخد على طول كوبايه سمنه. انا كده ايه كنافه مفرفطه والسمنه تكون سايحه ودافيه شويه يبقى افضل يعني. تمام كده اهو، هذا الشكل الظريف بس كده اهو، فنكتفي بالكميه دي. وادي الصينيه، اول حاجه هعملها هاخد من السمنه دي وادهن الصينيه كويس قوي بالسمنه كده اهو، وبعدين ناخد كوباية السمنة دي كلها نحطها على الكنافة كده اهو، ايه خليهم كده ايه يختلطوا ببعض كده والكنافة تشرب
السمنة بالشكل الظريف ده بس كده. وبعد كده بروح على الصينية، اجيبها هنا كده جنبي، ونقوم حاطين الكنافة كده وفردينها بالشكل ده، وتملى الصينية كلها، نمليها بقى كلها على الآخر كده، وبططي الكنافة وظبطيها كده اهو. وسويها وخليها بارتفاع الصينية، وهندخلها الفرن تستوي. فرن سخن على درجة حرارة 180، هتاخد لها تقريبا 20 دقيقة او 25 دقيقة علشان تاخد لون من تحت ومن فوق. لو خدت لون من الجناب ومن تحت ومن فوق لسه لونها فاتح، افتحي عليها الشواية كده حاجة بسيطة خالص فيها كده بس بهذا الشكل الظريف كده اهو. بعد ما تستوي بقى بنقلبها، فلما بتتقلب بتبقى شكلها كده زي ما قلت لكم. حطها هنا ورا دلوقتي علشان نكمل بسرعه بقيه الحاجات قبل ما يقولوا لي الوقت. بتسيبيها كده تهدى، وبتحط لها الشربات بتاعها. بنسقيها بشربات عباره عن كوبايه كبيره من السكر عليها كوبايه ونص من الميه، بتسيبيهم يغلوا على النار لمده 10 دقائق، وبعد كده بتحطي عليهم معلقه صغيره من الفانيليا وعصره ليمون، ويغلي كمان 10 دقائق، بما عندك شربات لطيف جدا. بنسقي بيه الكنافه، انا سقيتها وبردت وهاديه، ويا سلام بقى لو كمان تدخل لها الثلاجه كده ربع ساعه عشان نبتدي نحط عليها بقيه المكونات اللي هي كريم شانتيه مضروب، وكمان الشوكولاته اللي هي القابله للدهن اللطيفه. انا هجيبها لكم من مايكرويف لانها كانت في الثلاجه، فانا عايزاها تبقى شويه سايحه. نجيب كمان الكريم شانتيه، اين هو؟ اهو كده اهو. هاجي بقى عند الكنافه هنا، وهحط كريم شانتيه بقى كده، يعني زي ما انت عايزه، ومش مهم قوي الشكل لان احنا هنغطيها دلوقتي بالشوكولاته. كده بقى تقعدي بقى تمليها كده كريم شانتيه على قد ما تقدري يعني. هحط الكمية اللي عندي دي كلها وهوزعها عشان تكفي الصينية كلها. نحطها هنا ونفرد الكريم شانتيه كده علشان يعمل لنا طبقة لطيفة كده اهو على الكنافة، طبعا بعد ما سقيناها بالشربات زي ما قلت لكم كده اهو. بجيب بقى الشوكولاتة القابلة للدهن علشان تبقى ظريفة مع الكلام ده كده. هنقوم بقى حاطين منها على الكنافة من فوق كده اهو. وافرديها بقى. لو عايزه تعملي صينيه اصغر من كده هتلاقي وانت بتشتري برضو، بس انا عايزه انزل كل اللي جوه ده عشان افرده على الكريم شانتيه كده اهو كده اهو كده اهو. تبقى بقى تحفه الشوكولاته القابله للدهن دي بنكهه البندق، هتبقى تحفه. اللهم اني صايمه. يعني مش عارفه اعمل بصراحه. كده اهو
نزعي بقى كل الشوكولاتة اللطيفة دي كده من فوق، وتسيبيها تهدى. وطبعا احنا بقى لما نقطعها هتلاقي الكريم شانتيه والشوكولاتة من فوق بقى ايه حاجة يعني خطيرة، وطعمها طبعا هيبقى تحفة. بس كده تمام. ومعايا بقى شوية بندق مثلا، حاجة كده خفيفة هنحط كده ايه علشان بس ايه نبين انها بالبندق كده اهو. بس خلاص ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. احنا عملنا ايه بقى النهاردة؟ عملنا صينية بطاطس باللحمة، سهلة جدا وشكلها حلو وكلنا بنحبها. استخدمنا معاها صلصة بيتي هاينز، صلصة بيتي يعني كأنك عاملة صلصة في ضربة طماطم في الخلاط، هتوفر عليك الوقت وفيها بصل وملح وفلفل هايلة بصراحة. وعملنا كمان السمبوسة الكدابة، عملناها في حالة ان انت مش لاقية سمبوسة بقى وموضوع عامل لك قلق، فهنعملها بالتوست، كانت فظيعة جدا وان شاء الله تجربوها تعجبكم، بتقرمش كده ولذيذة. واخر حاجة عملنا الكنافة اللطيفة ديت، كنافة فولكانو ممكن نسميها، او نسميها كنافة بكريمة الشوكولاتة مع الكريم شانتيه والبندق. يا رب تعجبكم، وصوما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله. اشوفكم في حلقة بكرة، سلام عليكم.